من يراهن منكم على أصدقائه؟ من يقول أنا أصدقائي الطيبين من الرجال؟ عاد هذا عليه الحرام لفوج كفو كلنا وش يعني كل واحد منكم يراهن على أصدقائه؟ نشهد. طيب في هنا ثلاثة لو تدق عليهم على حلو 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 أنا بناخذ الحين الشنارة اللي فيكم الحين. طلب بسيط يعني أنتم تقولون والله أن أنا اللي أصدقائي المحزم المليان صح؟ لما نشوف المحزم المليان ما هو بنبذل أحد. دقيقة خالد الغش اتركه وخر السكريك اسمه شو اسمه يلا طلعوا جوالاتكم. رحلة الصندية الوافية الصامل اللي أنت تقول الصنديد اللي تقول هذا والله المحزم المليان هذا قل لا إله إلا الله كلهم الرجال أسلم آخر شخص أبعلمكم شخص لا لا ما بأخر شخص أرسل رسالة الحين لصديقك وقفل جوالك على طول. قل إيش؟ مثلا أرسل يا فيصل وأول صديق يدق على عليكم الموجودين هو الصديق المحزم المليان. أرسل رسالة لصديقك أي صديق أي صديق عندك أرسل له فيصل أرسل بس أكتب اسمه الواتساب يعني بس أمانتكم ما حد يقول اتصل علي. أرسل رسالتك وسكر الجوال. فيصل ترى بشوف الرسالة قفل الجوال. طيب أرسل له سناب أنا أرسل واتساب أرسل خلاص ناديت اسمه ما هو بيرسل يتصل أول واحد يتصل بس المشكلة هو يدري أني أنا على الهواء ما راح يتصل بخسر كل الناس دق على واحد ما يدري أنك على الهواء عود لا تقول لي دق علي ارسلت له سكر جوالك خلاص اقعدوا قفل جوالك ما ادري هو تابعوا الحلقه الحين ولا تابعوا حلو 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 خلينا نشوف المحازم المليانه هذه اللي تقاوم في جولد دقيقه اللي تقاوم في جولد يا ابني بحط جوالي عام يا مسلم يلا حطوا جوالاتكم عام خالد محفوظ سم ارسلت لواحد ثاني ممكن انه ما يعرفني على الهواء بس كل اصدقاء المحزم المليان من هذه النوعيه يعرفونني على الهواء والله من هو مرحبا ليه ما يبدا كل الناس شافوا بالاتصال وانا جاني اتصال ها هذا احمد بن صياف الحربي انا اشوف انا بعد بس اشوف من هو ذا وجاء اتصال من محمد ناصر ابو هيثم بيض الله وجهه لا لا صار صار لا هنا في غش بيض الله وجهه بس صديق المحزم المليان الناهي والمتفرد واللي ما بيلحق فايده وخاش من كبلوتوث ورحب الاتحاد السوفيتي ورحب الشخوخه وجميع الكلام اللي قال في الاخويا صديق سعود اللي هو اول واحد اتصل جميع اصدقاء سعود هذول طبعا خالد محمود كل جمهور المجد صار يتصل عليه بيض الله وجيهكم هذا والله المحزم انا اللي متصل علي مدير الاعداد طيب شكرا مدير اخويا كيف اخوياي مو على اتصال ايوه يقول وياه مو على اتصال مشغولين على لا بغيت من عندك جوال عندك بيض الله وجيهكم جمهور المجد والله العظيم انكم جمهور عظيم ووافي اشوف الاتصالات انهالت على خالد محفوظ بس عاد فازوا فيها سعود وخويه احمد بن صياف الحربي مسيه بالخير من هذا المنبر يستاهل